السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط، عندنا سؤال من أسئلة مسائل الرياضيات، سؤال السجادة. طلبوا من عندي كثير من الطلاب أنه أحل لهم. طلاب، سجادة طولها يزيد على عرضها بمقدار 2 متر ومساحتها 48 متر مربع، ما أبعاد السجادة؟ طلاب، إحنا هنا أبعاد السجادة يعني الطول يريد العرض، إحنا أصلاً ما عدنا لا طول ولا عدنا عرض، بس إيش قايل لك؟ قايل لك طولها يزيد على عرضها، الطول يزيد على عرضها بمقدار 2. إذن أول ما راح نكتب الحل وراح نفرض العرض، ما راح نفرض الطول. خلي ببالك دائماً كل مسائلنا الحياتية نفرض العرض ما نفرض الطول. نفرض العرض يساوي X، الطول نفرض الطول، الطول ايش قد راح يساوي لنا؟ طولها يزيد على عرضها بمقدار 2، يعني الطول هو العرض نفسه بس زائد 2، يعني x زائد 2. ليش؟ لان هو الطول نفس العرض بس زائد 2، هو العرض x، اذا هو الطول العرض x بس زائد 2. المساحة تساوي لنا 48. هسه راح نجي نقول طلاب، راح نجي نقول المساحة هي شو؟ المساحة هي الطول في العرض. ليش؟ السجادة طول في عرض، الطول في العرض. ليش؟ طلاب، السجادة دائما تكون بشكل مستطيل أو مربع، مستطيل أكثر شيء يعني، أوكي؟ فدائما المستطيل هو مساحة الطول في العرض. عندنا المساحة هو 48 يساوي ايش قد الطول؟ x زائد 2، والعرض ايش قد؟ العرض x. هسه راح نبدي نوزع، نبدي نوزع يعني شلون نقول x في 2 2 العفو x في x x تربيع، x في 2 2 x يساوي 48 يساوي 48. هسه نصفر المعادلة، نصفر المعادلة طلاب، خلي شوي ناخذ مجال. صفر المعادلة، x تربيع زائد 2x ناقص 48 يساوي صفر. صفرنا المعادلة 48 جبناها بهاي الجهة، هسه صارت عندي حدودية ثلاثية. اجي هنا موجب، موجب في سالب، سالب x تربيع x هنا و x هنا، 48 جاي من 8 في 6، 8 في 6 48، واذا طرحت 8 ناقص 6 يطلع لك الحد الوسط موجب 2. هسه راح نقول اما او بكل سهولة، حلينا السؤال. اما x زائد 8 يساوي 0، اذا x هنا يجي العفو 8، x راح يصير سالب 8، وهذا راح يهمل لان ما عندنا اطوال، يعني السجادة طولها بالسالب يعني بالمجهول ما يصير. أو x ناقص 6 يساوي 0، تودي 6 هنا، إذا الـ x راح يساوي موجب 6، هذا راح نقول عليه متر، هذا العرض، لأن إحنا بالبداية فرضنا العرض x، إذا x إيش قد طلع قيمته؟ 6 متر. الطول إيش قد راح يساوي لنا طلاب؟ الطول إحنا مو قلنا العرض زائد 2؟ يعني 6 زائد 2 يساوي 8 متر. اذا طلعنا ابعاد العرض طلعناه 6 والطول طلعناه 8. هذا السؤال بسيط ومرشح للامتحان الوزاري، حليناه بكل سهوله طلاب. هاي الورقه راح تلقونها بقناتي على التليجرام، رابطها موجود اسفل وصف الفيديو، كذلك حساب الانستغرام ومعرف التليجرام اللي حبي راسلني في سبسر عن اي سؤال. شكرا لكم طلاب ومع السلامه.